مش عايزين تسمعوا بقى رأي واحد من الفقهاء النقاد أصحاب العيار الثقيل اللي هم بيجهروا بزملكاويتهم؟ طب في لحظة الحقيقة ماذا يقولون؟ تعالوا نشوف الأستاذ اللي هو أنا بقدره تقدير خاص جدا، الأستاذ محمد سيف، يتحدث في قناة السعودية الرياضية. الباطلة بتنزل بتغير مجرى المباريات. لكن دعني اتوقف يا كابتن بعيدا عن ده شغل فني. عايز اقول يا كابتن يعني بالنسبه للجمهور الاهلي، يا بخت اللي بيشجع الاهلي. يا بخت اللي بيشجع الاهلي. واستعير من المتالق عامر عبد الله معلقنا الجميل لما قال ان الاهلي هو افضل دواء لتجنب الاصابه بالضغط والسكر. وهو دواء فعال لصناعة السعادة وأزالة التجاعيد. نعم. هو عامر متألق الحقيقة. يعني. عامر وعيسى الحربين متألقين بشكل غير عادي يعني. ده بيزيل متعة وبهجة. الأهلي هو يزيل التجاعيد من على الوجه ويجعلك دائما مبتسما. الأهلي. ونخرج من المباراة برضه بعيد عن الفنيات بحاجة. أن الروح. الرغبة واسم التيشيرت وتاريخ النادي هم الأساس. والاستقرار. هم الأساس. الأهلي خلصك من كتير من الأمراض، الأهلي يضمن لك الراحة النفسية، كمان الأهلي بالعزيمة بالإرادة بالإصرار بيقدر يسعد جماهيره. يا بخت خلاصة. لا، ويا بخت اللي يكون يشجع الأهلي. طيب تعالى بقى، يعني محمد سيف أدركها بس متأخر شوية. لا يعني عايز أقول إيه، لما تيجي في لحظة الحقيقة، ودي هتبقى معانا باستمرار، لأنه قبل لحظة الحقيقة عندما كان الأهلي بعافية شوية اتكلمنا على التحكيم، واتكلمنا على نادي الدولة، واتكلمنا على الهري اللي ان النادي الأهلي بيفوز بالحظ، ولكن هم ميدو شوف قال ايه عن النادي الأهلي، حازم امام كلهم كباتنا فوق راسنا بس عشان ما كررش الكلام، حازم امام شوف قال ايه عن النادي الأهلي، خالد بيومي شوف قال ايه عن النادي الاهلي، محمد سيف شوف قال ايه عن النادي الاهلي، الاخوه في الخليج شوفوا قالوا ايه عن النادي الاهلي. هذه هي يعني اي واحد منصف ساعه الحقيقه. لا، ما نبتدي نتكلم بجد يعني، مش بنغيظ بعض. لا، كل يقول لك يا بخته اللي شجع الاهلي، يا بخته اللي شجع الاهلي. ودائما لحظه الحقيقه، لحظه الحقيقه بتبقى فيها مكاشفه تامه. بعد الفاصل هتشوفوا كتير من نماذج لحظة الحقيقة.